أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لعباده المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. وارض اللهم عن صحابته الغر الميامين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم وفيهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحييكم أيها المشاهدون الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فأقول السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه أول جمعة في شهر رمضان المعظم، في ظل هذه الظروف التي تشهدها يعني بلادنا ويشهدها العالم أجمع في ظل الظروف، الحجر الصحي. فأولاً نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهراً مباركاً كريماً علينا وعلى أمتنا الإسلامية جميعاً. نسأله سبحانه عز وجل أن يجعل هلال هذا الشهر هلال يمن وأمان وسلم وإسلام علينا وعليكم جميعا. نتذكر وإياكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلمان الفارسي: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس. الكلام يا جماعة موجه لنا نحن أيضا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم موجه لنا. أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، يقصد شهر رمضان، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر التي هي ليلة القدر، شهر جعل الله عز وجل صيام نهاره فريضة، وقيام ليله أي صلاة التراويح وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. الأجور، الحسنات، الثواب يضاعفه الله عز وجل. أجر الفريضة في رمضان بأجر 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الخير، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن. شوف هذه البشرى. من فطر فيه صائما، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. كان له مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص منه من أجر الصائم شيء. فقال بعضهم: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصائم. ما نشك عندنا الوسع والقدرة أن نفطر الصائمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطي الله تبارك وتعالى، يعطي الله تبارك وتعالى أجر يعني الصيام، أو هذا الأجر يعني أجر تفطير الصائم، يعطي الله تبارك وتعالى أجر الصيام لمن فطر صائما، لمن فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مثقة لبن. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم
يقول فاستكثروا فيه من أربعة خصال في هذا الشهر العظيم. استكثروا من أربعة خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى لكم عنهما. أما اللتان ترضون بهما ربكم، أما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. أسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. فكن أخي المسلم، أختي المسلمة، مستجيبا لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة التي بيَّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدر هذا الشهر العظيم وبركته، وما جعل الله عز وجل فيه من الفضائل والخصال. فكن أخي من السباقين لاغتنام هذا الشهر العظيم. يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله عز وجل فيه، فينزل عليكم الرحمة ويخط الخطايا ويستجيب الدعاء، وينظر الله إلى تنافسكم في الخير ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم رحمة الله في أو في هذا الشهر الفضيل. فعلينا إخوة الإيمان أن نقبل جميعاً على هذا الشهر الفضيل اللي كان يبشر به النبي صلى الله عليه وسلم ويستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نقبل على الطاعة، على العبادة، كما بينا في درس الجمعة الماضي كيف نستقبل رمضان. علينا أن نقبل، أن نحافظ على الفرائض، أقولها وأكررها، لا يمنعنا أن صلاة الجماعة معلقة في المساجد، لا يمنعنا ذلك من إقامة الجماعات في بيوتنا، لا يمنعنا أن التراويح معلقة في المساجد من إقامة التراويح في بيوتنا. يصلي الإنسان بداره أهل بيته، لا بأس الإنسان لم يحفظ القرآن ولا يعني يحفظ القرآن، لا بأس أن يستعين بمصحف أو بهاتفه، بالهاتف نتاعه يعني بالمصحف اللي في الهاتف، ويصلي الإنسان، يصلي بنفسه وبأهل بيته، لأن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتذكر في هذا الشهر، في ظل هذه الظروف التي نحياها ونعيشها، علينا أن نتذكر الفقراء والمعوزين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو شهر المواساة وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن. فعلى الإنسان أن يقبل على الطاعة، على العبادة، على صلة الرحم، على أن ننقي قلوبنا، أن نطهر. رمضان رهجبه يطهرنا ربي سبحانه عز وجل من خلاله، فلا بأس أيضاً أن نزيل الضغينة والأحقاد من قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل شهرنا هذا شهراً مباركاً كريماً علينا وعلى أمتنا الإسلامية جميعاً. نسأله سبحانه عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال. نسأله سبحانه عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقاء النيران. نسأله سبحانه عز وجل أن يرفع عنا هذا الوبا والبلاء وهذا الهم. نسأله سبحانه عز وجل أن يرفع عنا يعني هذا المرض، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم على الإصغاء والاستماع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.